بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين وذرية الحسين، تقبل منا هذا المحفل إلهيا، وبث ثوابه إلى مرحومي مؤسسي هذا المحفل وحضار هذا المحفل، اللهم اغفر ذنوبهم وإيانا واحشرهم وإيانا مع محمد وأهل بيته الطيبين، وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من أعوانه وأنصاره متوجه زيارة فارس.